السلام عليكم إخواني أخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنوجه تحياتي لجميع المشاركين والمتتبعين أينما كانوا. اليوم فيديو جديد، وموضوعنا اليوم على 5 دراهم شمندرة، إصدار سنة 1975. اليوم غادي نذكروا معلومات مهمة ومفيدة، ومعلومات لأول مرة كتذكر في اليوتيوب. نذكروا المواصفات ديال هاد العملة ديال 5 دراهم الشمندرة. كما ذكرت، إصدار سنة 1975 ميلادي، الموافق له 1395، وهاد العملة هادي تذكارية، أصدرت بمناسبة ذكرى 30 لتأسيس المنظمة العالمية للتغذية والزراعة. وهاد العملة ديال 5 دراهم الشمندرة أصدر منها 3 ديال الأنواع. النوع الأول هو هذا، خرج من التداول، الوري والنيكل، وأصدر منه 500,000 قطعة. النوع الثاني بروف، تجربة، أصدر منه 500 قطعة، ولكن ما مكتوبش فيه التجربة. والفرق ما بين 5 دراهم الشمندرة العادية و 5 دراهم الشمندرة بروف تجربة، وهو البريو، البريو ناصح واضح كما كتلاحظوا في الصورة. هذه عمرها 5 دراهم شمندرة بروف تجربة. النوع الثالث ديال 5 دراهم شمندرة من المعدن الفضة النقرة، حتى هي تجربة بروف، ولكن ما مكتوباش فيها التجربة، وأصدر منها 30 قطعة فقط، لا أقل ولا أكثر. وإن شاء الله شي فيديو غادي نجيب لكم بالدليل والبرهان باللي 5 دراهم الشمندرة فضة موجودة. إخواني أخواتي، كنتمنى تستفدوا من هذه المعلومات، وكنتمنى لكم التوفيق، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.